بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم أستاذ عمر أحمد، معلم الاجتماعيات والتربية الوطنية لابتدائية الجامعة الأهلية، في تقديم دروس منهج مادة الاجتماعيات للصف السادس ضمن منظومة التعلم عن بعد. معنا درس اليوم هو درس خطوط الطول ودوائر العرض ضمن دروس الوحدة الثامنة. أول درس، درس خطوط الطول ودوائر العرض. أول شريحة عندي بتتكلم عن تعريف خطوط الطول. المطلوب من هذا الدرس إن أنا أقدر أفرق ما بين خطوط الطول ودوائر العرض، وإيه هي أهمية خطوط الطول ودوائر العرض. نبدأ الأول بخطوط الطول. خطوط الطول هي عبارة عن أنصاف دوائر، هي عبارة عن أنصاف دوائر أو دوائر كاملة، تمام؟ هنشوفها هي دلوقتي. تبدأ الدائرة من القطب الجنوبي وتنتهي للقطب الشمالي، ده نص دائرة. لو كملت مع الدائرة للآخر هتلتف في نفس مكانها هنا. يبقى ممكن نقول هي انصاف دوائر وهميه. انا دلوقتي لو طلعت الفضاء مش هشوف الشكل ده، مش هشوف المربعات او الخطوط دي. فخطوط الطول او دوائر العرض دوائر وخطوط وهميه غير موجوده. العلماء رسموها في البدايه لتحديد الاماكن بدقه والزمان. طيب يبقى تاني، يبقى خطوط الطول ودوائر العرض هي دوائر وخطوط وهميه. طيب نيجي للتعريف. يبقى تعريف خطوط الطول هي أنصاف دوائر وهمية تتقاطع عند القطب الشمالي والجنوبي، عددها 360، لو عديتهم 360 خط، 180 شرقا و180 غربا. شايفين الخط اللي هو أساسي ده؟ هذا الخط هو خط جرينتش ودرجته صفر. يبقى تاني تعريف خطوط الطول، هي خطوط، هي أنصاف دوائر وهمية متساوية، وخلي بالك من كلمة متساوية، أنصاف دوائر وهمية متساوية تتقاطع عند القطبين الشمالي والجنوب، عددها 360 خط، خطها الرئيسي هو جرينتش ودرجته صفر، أهميتها تحدد المواقع والزمان بدقة. نيجي لبعض الأسئلة المهمة هتفهمنا حاجات كتير جدا. الخطوط الظاهرة على الكرة الأرضية خطوط طويلة متساوية؟ الإجابة صح. احنا قلنا من شويه خلي بالك من كلمه متساويه، لان دوائر العرض مش متساويه، خطوط الطول هي المتساويه. لا تضيق خطوط الطول كلما اتجهنا شمالا وجنوبا، الاجابه خطا لان احنا قلنا متساويه. يسمى خط الطول الرئيسي باللون الاخضر خط جرينتش، الاجابه صحيح. يمر خط جرينتش بقاره اسيا؟ لا خطا. بيمر بقاره اوروبا وقاره افريقيا، بخط جرينتش بيمر باوروبا وافريقيا. المناطق الواقعة شرق خط جرينتش تمر أمام الشمس قبل المناطق الواقعة في الغرب، الإجابة صح، لأن الشمس تشرق من الشرق وتتجه إلى الغرب. نيجي للمعلومة الثانية. المعلومة الثانية إن الخطوط اللي أنتم شايفينها دول بين كل خط وخط 4 دقايق. تاني، شايفين الخط المرسوم ده؟ أنا عند السهم هنا أهو، أدي الخط ده والخط الثاني. عشان بين أتحرك من الخط ده للخط ده هستغرق 4 دقائق. طب هما حسبوها إزاي؟ قال لك لان اشعاع الشمس قبل ما ينتقل من الخط ده يروح للخط اللي بعده هيستغرق 4 دقائق، يبقى الفرق بين كل خط طول واخر 4 دقائق. نيجي للمعلومه المهمه هنا عندي، المناطق الزمنيه. نراجع الاول اللي فات بشكل سريع. يبقى خطوط الطول ودوائر العرض هي خطوط ودوائر وهميه، ممتاز، وضعها العلماء لتحديد المواقع والزمان بدقه. تعريف خطوط الطول هي أنصاف دوائر متساوية تتقاطع عند القطبين الشمالي والجنوبي، عددها 360 خط، 180 شرق و180 غربة، وخطها الرئيسي خط جرينتش ودرجته صفر، وأهميتها تحدد الزمان والمكان بدقة. والفرق واتفقنا إن الفرق بين كل خط طول وآخر 4 دقائق. وهنعرف دلوقتي معلومة إن العالم بيقسم قسم الوقت اللي هي 24 منطقة زمنية. لو أنا بصيت عندي للخريطة اللي موجودة قدامي دي هنلاقي إن المستطيلات دي اللي ورا بعض بالترتيب هي 24 مستطيل وهم 24 منطقة زمنية. طيب إيه فايدتهم؟ العلماء قسموا كل نقطة من دي لدي منطقة زمنية تشمل ساعة، يعني هنا التوقيت واحد. الساعة نفس الساعة. خلاص، لو رحت للمربع للمستطيل اللي بعديه هلاقي الساعه اختلفت زادت. طيب امتى الوقت بيزيد ويقل حسب خط الجريش؟ بصوا شايفين السهم اللي انا واقف عنده ده اهو،
كلما اتجهنا شرقا ايه اللي يحصل؟ يتناقص الوقت، يزداد، انا اسف، يزداد الوقت. كلما اتجهنا شرقا يزداد الوقت، وكلما اتجهنا غربا يقل الوقت. ليه؟ لان هنا التوقيت دقيقة. طب لما امشي من هنا لهنا اصبح ساعة، اصبح ساعتين، اصبح ثلاثة، اصبح اربعة، اصبح خمسة. يبقى كلما اتجهنا شرقا يزيد الوقت، وكلما اتجهنا ويتناقص الوقت كلما اتجهنا ايه؟ غربا. نيجي لدوائر العرض. دوائر العرض هي دوائر وهمية كاملة وغير متساوية، ركز معايا تمام، تضيق عند القطبين. تعالوا نرجع للشكل الاولاني اللي احنا موجود في صفحة 86. هنبص هنا مع بعض، هنلاقي هي دي الدوائر، شايفين اللي ماشية بالعرض دي، دوائر العرض اهي، شوفوا دوائر وهمية. طيب الدائرة دي قد دي؟ لا. قد دي؟ لا. متساوية مع دي؟ بصوا هنا عند القطب الشمالي، شفت الدائرة؟ أصبحت صغيرة. يبقى دوائر العرض غير متساوية، أما خطوط الطول متساوية. نرجع تاني، يبقى تعريف دوائر العرض إيه هو؟ هي دوائر وهمية غير متساوية موازية لخط الاستواء، وتضيق عند القطبين، وتضيق عند القطبين. عددها 180 دائرة، 90 شمالا و90 جنوبا، وخطها الرئيسي أو دائرتها الرئيسية هي خط الاستواء ودرجته صفر، يبقى الرينج صفر وخط الاستواء صفر. أهمية دوائر العرض تحدد المواقع والمناخ على الخارطة. طيب احنا فهمنا نحدد المواقع على الخارطة ازاي؟ ان انا لو بصيت لصفحة 86 للشكل المجسم اللي احنا اتفقنا عليه، هنلاقي ان المربع اللي احنا شايفينه ده بيحدد لي المكان بدقة. اربع خطوط موجودين، خط ده، خط دائرة عرض، وده خط طول. اقدر اقول ان المكان ده يقع ما بين خطي الطول دول ودائرتي العرض دول، صح ولا لا؟ يبقى فعلا نجح العلماء في تحديد المكان بدقة. طيب ايه قصة المنطقة التحديد المناخ ده؟ كاتب هنا تمكننا دوائر العرض من تحديد المناخ. ازاي؟ خط الاستواء اللي بيمر في منتصف، حوالي منتصف العالم كده، هذا الخط بتتعامد عليه أشعة الشمس. شايفين المنطقة اللي متلونة باللون الأحمر؟ لو بصيت على مفتاح الخريطة هلاقي عندي مناطق حارة باللون الأحمر، شايفينها؟ دي مناطق بتتعامد عليها أشعة الشمس فترتفع درجة الحرارة، تمام؟ ووطني المملكة العربية السعودية من ضمنها، أهو هنا المملكة العربية السعودية تقع ضمن المناطق الحارة. طيب المناطق المعتدلة، كل ما ببعد عن هذه المناطق تعتدل الحرارة، شايفين اللون الأخضر؟ مناطق معتدلة، وبعدين هلاقي اللون الأزرق مناطق باردة. يبقى دوائر العرض هي بتحدد الايه؟ المناطق المناخية أو الحرارية، تمام؟ طيب هراجع مراجعة سريعة بين التعريفين، المعلومات المهمة اللي احنا خدناها. أول حاجة إن خطوط الطول ودوائر العرض رسمها العلماء لتحديد المكان والزمان بدقة. خطوط الطول ودوائر العرض هي خطوط وهمية لا توجد على الطبيعة. خطوط الطول هي تكون متساوية، أما دوائر العرض غير متساوية. عدد خطوط الطول هي 360 خط، 180 شرقا و180 غربا، أما دوائر العرض هي 180 ومقسمة إلى 90 شمالا و90 جنوبا. خط الطول الرئيسي هو خط جرينتش، دائرة العرض الرئيسية هي خط الاستواء، الاثنين درجتهم صفر. يقسم العالم إلى 24 منطقة زمنية، الفرق بين كل خط طول وخط طول 4 دقائق. قلنا إن كلما اتجهنا شرقا بيزيد التوقيت، وكلما اتجهنا غربا بيقل التوقيت. الشمس تشرق على المناطق في الشرق قبل المناطق في الغرب، فتسبق المناطق الشرقية في التوقيت المناطق الغربية. نيجي للدرس اللي هو موقع وطني، موقع وطني الجغرافيا والفلكي. لازم عشان افهم الدرس ده اكون استوعبت الدرس اللي فات. لو انا بصيت على الخارطة اللي قدامي في صفحة 90 هلاقي ان
موجود فيها خريطة المملكة العربية السعودية، ومتقسمة فيها في طالب بيقول لي اهو خطوط الطول ودوائر العرض، خطوط الطول ودوائر العرض. طيب هستخدمها في ايه؟ هستخدمها في تحديد حدود المملكة العربية السعودية طبيعيا وفلكيا وجغرافيا. هنتعرف دلوقتي. طيب يعني ايه موقع فلكي وايه موقع جغرافي؟ باختصار بسيط، الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، أما الموقع الجغرافي هو موقع بالنسبة للظواهر الطبيعية زي البحار أو الجبال أو البلاد. تعال نشوف موقع المملكة العربية السعودية الموقع الفلكي. الموقع الفلكي بيبدأ من 16 إلى 32 شمال خط الاستواء، يبقى بين دائرتي عرض 16 إلى 32 شمال خط الاستواء. طب وخطوط الطول ما بين 34 و 55 شرق. تاني يبقى موقع المملكة العربية السعودية 16 ل 32 شمال خط الاستواء و 34 و 55 شرق خط جرينتش. واحنا قلنا في الجزء السابق ان بكده تقع المملكة العربية السعودية في المنطقة المدارية الحارة. طيب كده احنا عرفنا الموقع الجغرافي الفلكي للمملكة العربية السعودية 16 32 شمال خط الاستواء و 34 55 شرق خط جرينتش، والمملكة العربية السعودية نتج عن الموقع ده ان هي وقعت في المنطقة المدارية الحارة. نيجي للموقع الجغرافي، احنا قلنا الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة للمسطحات المائية والبلاد المجاورة والظواهر الطبيعية. طيب تعالوا نستخدم الخريطة اللي فاتت في صفحة 90 افضل. هنلاقي ان الموقع الجغرافي المملكة يحدها حدودها من الغرب البحر الاحمر والشرق الخليج العربي، يبقى البحر الاحمر في الغرب والخليج العربي في الشرق. الخليج العربي معاه ثلاث دول، الامارات وقطر والبحرين. يبقى في الشرق الخليج العربي وقطر والامارات والبحرين، وفي الغرب البحر الاحمر. طب الجنوب، الجنوب عندي اليمن وعمان، في الشمال العراق والاردن والكويت. يبقى بشكل بسيط ده الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية. هنلاقي ان الاول بدأ معانا في الشمال بدولة الاردن ثم العراق ثم الكويت، والجنوب اليمن وعمان، والشرق الامارات وقطر والبحرين، والخليج العربي، والغرب البحر الاحمر. طيب تعال نشوف مع بعض الموقع الجغرافي ده نتج عنه ايه. هنلاقي ان مساحة المملكة دي صارت 2 مليون كيلو متر مربع، مساحة كبيرة. طيب ايه الميزة في المساحة دي؟ جعلت المملكة المركز الثالث عشر على مستوى العالم من حيث الدول الكبرى، يعني هي اكبر يعني هي في عدد في مساحة الدول الكبرى رقم 13، يعني من اكبر 13 دولة في المساحة. طيب وبالنسبة على مستوى العالم العربي، تمام، هي في المركز الثاني، اكبر دولة عربية في المساحة هي الجزائر. طيب وبالنسبة للعالم الإسلامي في المركز الثالث، وهي بعد دولة الجزائر الدولة الأولى كازاخستان ثم الجزائر ثم المملكة العربية السعودية. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الموقع الفلكي والجغرافي، وعرفنا هناخد دلوقتي السمات الموقع الفلكي والجغرافي للمملكة العربية السعودية. في خمس سمات للموقع الفلكي والجغرافي للمملكة العربية السعودية: السمات الدينية والسمات الحضارية والسمات السياسية والسمات الاقتصادية والتاريخية. بالنسبة للسمات السياسية الاقتصادية، السياسية هنقول ثلاث حاجات. تقع المملكة زي ما احنا شايفين في قلب العالم ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. تتحكم المملكة العربية السعودية في المضايق المهمة. تشرف المملكة العربية السعودية على الممرات المائية الهامة زي البحر الأحمر والخليج العربي وقناة السويس. طيب نيجي نشوف مع بعض عندنا بالنسبة للأهمية الاقتصادية، بالنسبة للأهمية الاقتصادية، تحتوي المملكة العربية السعودية على النفط والغاز الطبيعي، وهي من أكبر احتياطي في العالم، ثاني أكبر احتياطي في العالم. طيب نيجي للأهمية الدينية والثقافية، يوجد بها بيت الله الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. السمات التاريخية: مهد لـ30 حضارة، وتتوسط حضارات العالم القديم الصين والهند
والحبشة وباب في العراق والفراعنة في مصر. أقدر ألخص الدرس؟ أقدر ألخصه. طيب نبدأ بالسمات عشان ما ننساهاش. عندي أربع سمات، السمات الاقتصادية تحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفط وغاز طبيعي. لسه احنا في السمات الايه؟ السمات الاقتصاديه. السمات السياسيه، المملكه العربيه السعوديه تتوسط قارات العالم، اسيا افريقيا اوروبا، تسيطر على ممرات العالم، ممرات المضايق، تشرف على المضايق الهامه، وايضا ان هي تشرف على الممرات المائيه الهامه. بالنسبه للاهميه الدينيه والثقافيه، فيها بيت الله الحرام في مكه والمدينه. هنلاقي عندنا الاهميه الحضاريه والتاريخيه تشرف على 30 كانت مهد 30 حضاره، وتتوسط حضارات الصين والهند والحبشه وبابل والعراق والفراعنه. طيب وعرفنا الموقع الجغرافي، في الشمال الاردن والعراق والكويت، وفي جنوب اليمن وعمان، وفي الشرق الخليج العربي والامارات وقطر والبحرين، وفي الغرب البحر الاحمر. نيجي للدرس الثالث وهو درس مناخ وطني. مناخ المملكة العربية السعودية. المناخ بشكل بسيط، عشان ايه اللي احنا نتعرف عليه في الدرس ده؟ نتعرف على أول معلومة، إن مناخ العام للمملكة العربية السعودية هو حار صيفا بارد شتاء، الأمطار تسقط في فصل الشتاء، وتقع المملكة في الإقليم المداري الحار، دي احنا قلناها من شوية. لو بصينا على الخريطة هنا أنا أقسم لك فيها أماكن الموجود فيها المناخ في المملكة العربية السعودية، هنلاقي إن في مناخ مشابه ومناخ مختلف. هنلاقي إن معظم مناخ المملكة العربية السعودية زي ما ذكرناه. هنلاقي هنا مثلا في الشمال مناخ حار صيفا بارد شتاء، في الوسط مناخ حار صيفا بارد شتاء، في الجنوب مناخ حار صيفا بارد شتاء. طيب يبقى الثلاثة دول متشابهين. طب هيختلف المناخ عندي فين؟ هيختلف عندي المناخ في الصحراء، في الساحل الشرقي والساحل الغربي. المناخ في الساحل الشرقي هنلاقيه حار صيفا معتدل شتاء، والساحل الغربي حار صيفا معتدل شتاء. طيب ومعتدل باستمرار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية. يبقى أنا عندي خمس مناطق أو ست مناطق لمناخ المملكة العربية السعودية. عندي ثلاث مناطق متشابهين وهم الشمال والوسط والجنوب، اللي هم حار صيفا وبارد شتاء. وعندي الساحل الشرقي والساحل الغربي متشابهين، حار صيفا معتدل شتاء. والمنطقة الستة وهي المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية معتدلة بسبب عامل الارتفاع. تعالوا نشوف مع بعض ايه الرياح. الرياح جنوبية غربية ممطرة. أهو تهطل الأمطار في المملكة العربية السعودية بقلة إلا في جنوبها الغربي، ويسقط معظمها في فصل الشتاء وأوائل الربيع وأواخر الخريف. أما الجنوب الغربي فتسقط الأمطار على جميع فصول السنة تقريبا. نرجع هنا هنلاقي إن الموقع الفلكي والموقع الجغرافي أثر في المملكة العربية السعودية. الموقع الفلكي وضعها في الإقليم المداري الجاف، وأدى لتعامد الشمس على مدار السرطان الذي يمر بأرض المملكة باتجاه من الشرق إلى الغرب ويقسمها إلى نصفين. يبقى الموقع الفلكي وضع المملكة في المنطقة المدارية الجافة وجعل يمر بها مدار السرطان. أما الموقع الجغرافي أدى لإيه؟ أدى إلى خلوها من المسطحات المائية، فأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وسيادة الجفاف، وأيضا أدى إلى امتداد الصحارى الرملية الضخمة ومنعت دخول المؤثرات البحريه. نيجي نشوف مع بعض ايه الدرس الثالث وهو سكان وطني. سكان وطني درس بيتكلم عن عدد السكان في المملكه وخصائصهم. السكان في المملكه عندنا هنلاقي ان هو ايه تعريف السكان؟ هم المواطنين والمقيمين في الوطن من ذكور واناث. طيب يعني ايه كلمة تعداد؟ احنا قلناها قبل كده، هو حصر وعد السكان وجمع معلومات عن خصائصه. تاني، يبقى في الشريحة الأولى هنعرف تعريف السكان، وهم المواطنين والمقيمين من ذكور وإناث. طيب ما معنى تعداد السكان؟ هو حصر شامل لكل أفراد الوطن من مقيمين
ومواطنين وجمع معلومات عن خصائصهم. المملكة العربية السعودية قامت بخمس استعدادات في عام 1394 وعام 1413 و1425 و1431 وفي هذا العام بإذن الله 1441. هنلاقي إن التعدادات بتتغير وبيتغير أعداد السكان كل سنة. تاني يبقى عرفنا تعريف السكان هم المواطنين والمقيمين في الوطن من ذكور وإناث. وعرفنا التعداد السكاني هو حصر شامل، وعرفنا ان المملكة قامت بخمس تعدادات. لو بصينا عليهم هنا هنعرف ان سكان المملكة حسب تعداد 1439 اللي هو الاعتداد اللي قبل الاخير، تمام، اللي هو تقدير السكان، هنلاقي ان السكان في عدد زيادة. طيب ليه احنا بنقوم بتعداد السكان؟ ده السؤال اللي هو لماذا يجرى التعداد السكاني؟ ليه؟ لتوفير معلومات احصائية وتحديد التوزيع الجغرافي والإفادة من بيانات في مجالات الصحة. باختصار بسيط، عندما تقوم الدولة بوضع خطط التنمية بناء مدارس أو مساكن أو طرق أو وظائف أو أي شيء يفيد المواطنين، يجب أن تعلم كم هو عدد السكان حتى لا تقوم بوضع خطة خاطئة. دلوقتي أنا عندي عدد السكان مليون نسمة، محتاج ليهم على الأقل مثلا 100,000 مستشفى. طب لو عندي 2 مليون نسمة يبقى محتاج 200,000 مستشفى. يبقى كل ما بيزيد عدد السكان كل ما الدولة بتحاول تزيد من الخدمات والصحية والتعليمية والاقتصادية عشان تقدر تغطي احتياجات هؤلاء السكان. طيب نبص مع بعض عندنا هنا من في الخريطة دي، نستفيد منها ان السكان لم يتوزعوا بشكل صحيح او لم يتوزعوا بشكل منتظم في المملكة العربية السعودية. هنلاقي ان السكان متركزين في بعض المناطق ومنخفضين. هنا في الربع الخالي مثلا هنلاقي ان السكان عددهم قليل جدا الى جانب الساحل الغربي والساحل الشرقي يتراكم السكان. اكثر مناطق المملكه سكانا هي الرياض، ثم مكه المكرمه، وبعديها هنلاقي عندنا المنطقه الشرقيه 3 مليون نسمه، تمام، وبعد كده المدينه المنوره. هنلاقي ان الرياض لانها العاصمه ومكه المكرمه العاصمه الدينيه والمدينه المنوره والمنطقه الشرقيه خصوبة التربة وتوفر مواد الخام، كل مكان بيسكن فيه الإنسان بيبحث عن وسائل الراحة ليه وفرص العمل. هنا سؤال، أسباب تركز السكان في المناطق الساحلية والمرتفعات الجنوبية، هنقول بسبب اعتدال المناخ. أسباب انخفاض السكان في المناطق الصحراوية، ارتفاع الحرارة. يبقى احنا اتفقنا إن توزيع السكان في المملكة لا يتم بتوزيع بشكل متساوي وصحيح بسبب اختلاف المناخ واختلاف فرص العمل واختلاف الخدمات المختلفة. طيب هو اللي قال لك هنا، يتوزع السكان في جميع مناطق وطني وتختلف أعدادهم حسب المكان وخصائص الطبيعية والاقتصادية، ويكثر السكان في المدن لوجود خدمات وفرص للعمل أكثر. يحدد الطلبة الأماكن يقل فيها السكان، المدن ولا الجزر النائية ولا الصحراء ولا المحافظات؟ طبعا هيقل السكان في الجزر النائية والصحراء. ما اسباب تركز المناطق السكان المناطق الاتيه؟ الرياض قلنا لانها الايه؟ العاصمه، كثره الاعمال، المنطقه الشرقيه، وجود النفط وقربان من البحر، وعسير الاعتدال المناخي. نقدر نلخص الدرس بسرعه، تعريف السكان هم كل ما هو موجود في الوطن من مقيمين ومواطنين. تعريف تعداد السكان هو حصر شامل تعداد السكان ومعرفه خصائصهم ومعلومات عنهم. المملكه قامت بخمس تعدادات سكانيه اخرها عام 1441. قلنا ان لا يتوزع السكان توزيعا صحيحا في المملكه بسبب اختلاف المناخ واختلاف التضاريس، والسكان يبحثون عن الاماكن اللي بها فرص عمل افضل. طيب قلنا كمان ان اكبر المدن في عدد السكان هي الرياض، تليها مكه، ثم المنطقه الشرقيه، ثم المدينه. والترتيب ده لاسباب، قلنا الرياض العاصمه ومكه العاصمه الدينيه والمنطقه الشرقيه النفط وخطوط التربه وتوفر المياه وقربها من البحر، وعندنا المدينه المنوره لاهميتها التاريخيه. ننتقل للتعدادات السكانيه، هنلاقي ان ده جدول بيوريني التعداد السكاني وهو بينقسم الى تعداد الذكور والاناث، وهنلاقي ان تعداد السكان كان في اول سنه في التعداد 7 مليون، ثم صار 16 مليون، ثم صار 22، ثم صار 33 مليون.
معنى كده ان عدد السكان والحمد لله سبب الاستقرار الموجود في وطني المملكه العربيه السعوديه بيتم زياده عدد السكان. اكثر السكان في وطني هم من الذكور، لو بصينا على اعداد الذكور هنلاقيهم زياده، هنا ثلاثه، هنا ثلاثه متساويين، هنا تسعه، هنا سبعه، هنا 12، هنا 10، هنا 19، هنا 14، يبقى عدد الذكور هم اكثر. من المتوقع ان يكون عدد سكان الوطن في عام 1041 الى 35 مليون. نيجي للدرس الاخير في الوحده الثامنه، هو درس المشاركه المجتمعيه. الدرس المشاركه المجتمعيه بمطلوب من هذا الدرس ان يحتاج المجتمع الى مشاركه المواطنين الذين يشعرون باهميه المساعده والاسهام بما لديهم لخدمه المجتمع. طيب ايه فوائد المشاركه المجتمعيه؟ يعني ايه المشاركه المجتمعيه؟ ان الانسان يقدر يخدم المجتمع باي شيء يقدر عليه، يقدر يساعد المجتمع بالخدمات. طيب ايه فوائد المشاركه؟ انا لما هشارك في المجتمع اللي انا فيه هيتم تعزيز انتماء المواطنه وتعزيز الثقه وتحمل المسؤوليه وتقويه التعاون ومساعده الفرد على التعلم من خلال الممارسه ودعم المحتاجين. يبقى المشاركه المجتمعيه زي ما انا هفيد المجتمع زي ما هستفيد، هستفيد الثقه وتحمل المسؤوليه والانتماء للمواطن للوطن والمواطنين ومساعده الفرد على التعلم من خلال الممارسه ودعم المحتاجين. طيب في عندنا بعض الوحدات او بعض الجمعيات التي تقوم على المشاركه زي الجمعيه السعوديه لمساندة كبار السن، ها مهمتها رفع نسبه الوعي بقضاياهم ورفع مستواهم والاهتمام بمكانتهم. وعندنا وحده الارتقاء للمشاركه المجتمعيه زي مشاركه الايه اسرتي والتفاعل مع برامجها. هل هي عندنا هنا الشكل ده بيشرح العلاقه المدرسه بالمشاركه المجتمعيه. المدرسه هي اللي بتوجه الطلاب او الاسره للالتزام بالمشاركه المجتمعيه. طيب بعدين ايه اللي بيحصل؟ الاسره بتبدا تصدر للمجتمع او تعطي المجتمع قيم واخلاق وهويه وطنيه، فالمجتمع يصبح مجتمع صحي ومجتمع ممتاز ومجتمع فيه مشاركه مجتمعيه قويه جدا، فيبتدي ان هو يكون مسؤول عن المنشآت ومسؤول عن ما يحيطه، ويبتدي يرجع تاني هذا للمدرسة مرة أخرى بشكل إن الطالب اللي جاي من بيئة فيها مشاركة مجتمعية هيساعد كتير جدا في مناخ المدرسة. ثم المدرسة تعيد الكرة مرة أخرى إن هي توجه للأسرة فكرة المشاركة المجتمعية، ثم الأسرة تشارك في المجتمع، ثم يعود في النهاية المردود إلى المدرسة مرة أخرى. حل تقويم الوحدة الثامنة، محتاج إن أنا أحط كلمات يكمل الطلبة الفراغات بالكلمات المناسبة الآتية، تتصف خطوط الطول بأنها متساوية وعددها 360 خط، خطها الرئيسي هو جرينتش ودرجته صفر، وتلتقي جميع خطوط الطول عند القطبين، وتتصف دوائر العرض بأنها غير وهمية وغير متوازية وعددها 180 وخطها خط الاستواء. طيب ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. يمكننا رسم دائرة على الكرة الأرضية من الشمال إلى الجنوب أكبر من خط الاستواء، من الشمال إلى الجنوب أكبر خط الاستواء، الإجابة خطأ. يقع خط جرينتش يقطع خط جرينتش الكرة الأرضية من الشمال إلى الجنوب، الإجابة صح. خطوط الطول دوائر كاملة، الإجابة خطأ. ينقصنا التوقيت ساعة واحدة كلما ابتعدنا 15 درجة، خط، الإجابة صح لأن بيقل. تساعد دوائر العرض على معرفة التوقيت، الإجابة خطأ. يا اما المناطق يا المناطق الحراريه. تزداد اعداد المواليد وتنخفض اعداد الوفيات بسبب تطور الصحه، الاجابه صحيحه. نيجي هنا يستنتج الطلب ما يلي: سبب تساوي طول الليل والنهار عند خط الاستواء، سبب تعامد الشمس على خط الاستواء، سبب اختلاف توزيع الضوء والحراره على سطح الارض بسبب كرويه الارض. يحدد الطلبة الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية، قلنا ما بين دائرتي عرض 16 و 32 و 34 و 55. يذكر الطلبة حدود المملكة، قلنا من الشمال الكويت والعراق والأردن والجنوب اليمن وعمان والشرق الإمارات والبحرين وقطر، ومن الغرب البحر الأحمر. يبين الطلبة مستهدفين بالأمثلة ومستشهدين بالأمثلة أهمية موقع وطني، الأهمية السياسية تحيط بها 8 دول عربية، الأهمية الدينية لوجود الحرمين الشريفين، التاريخية عمق حضاري يعود لآلاف السنين مثل حضارة ثمود. يحدد الطلبة المناخ في المناطق الآتية: المنطقة الوسطى حار ساعة
صيفا وبارد شتاء، الشماليه زيه حار صيفا وبارد شتاء، السواحل حار صيفا ومعتدل شتاء، المرتفعات الغربيه مناخ معتدل. يذكر الطلبه 3 عوامل مؤثره في مناخ وطن المملكه العربيه السعوديه: وقوعها ضمن الاقليم الصحراوي، واتساع المساحه وخلوها من المسطحات المائيه، وانخفاض درجات الحراره. ما التعداد السكاني؟ قلنا ايه هو؟ حصر وعد شامل للسكان ومعرفه معلومات عنهم وخصائصهم. يعلل الطلبه اجراء الدوله للتعداد السكاني لوضع خطط التنميه، اهو تحديد توزيع جغرافي للاستفاده من تنميه المجالات الصحيه والاقتصاديه للايه؟ والاجتماعيه. يختار الطلبه، ينتقل الناس من البلدات الصغيره للاقامه في المدن الكبيره لسبب، اكيد الايه؟ الوظائف. يسيب البلده الصغيره المدينه الصغيره ويروح للمدن الكبرى. توزيع السكان في مناطق وطني متساوي ولا متغير باستمرار ولا متفاوت؟ متفاوت. اكثر فئات سكان وطني هم صغار ولا متوسط ولا كبار؟ متوسط السن. الواجب تجاه موظف الاحصاء وتعداد السكان هو تجنب الاجابات، التعاون معه، تزويده بالمعلومات، اعطائه اجابات غير صحيحه، لا الايه؟ التعاون معه. من نتائج التنميه وتطوير الصحه نقص عدد السكان، نمو عدد السكان، ثبات عدد السكان. طبعا من نتائج تطوير الصحه زياده عدد السكان. شكرا لكم، الى ان نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله.